انا باكد لحضراتكم ان الدوله ستظل تدعم الاتحادات والانديه لان ده دورها، لان الاتحادات والانديه دي كمان بتخرج شباب كتير جدا ليشارك في المنتخبات، ولكن طبقا للظروف اللي بتمر بيها البلد وبيمر بيها العالم كله على فكره، مش هنقدر ندي الى الحاجات الاساسيه اللي تطور المنشات الرياضيه، وهذه المبالغ اللي بندفعها بتقل سنه عن سنه حتى وان فضلت بنفس القدر او زادت حتى 10%، لان الفلوس اللي بتدفع ديت بتقل قيمتها مقارنه بكل الغلاء الاسعار اللي بيتم. وبالتالي الناس بتقول ان الوزاره قللت الدعم للاتحادات الرياضيه والانديه، لم يحدث هذا الامر اطلاقا. ده احنا دفعنا ودفعنا زياده، لكن قيمه الاموال ديت اللي احنا دفعناها قلت جدا عن نفس القيمه اللي كانت موجوده في السنوات السابقه نتيجه تحرير سعر الصرف. فاصبح ما عندناش حل تاني، ما فيش حل اخر. حتى لو الدوله قررت السنه الجايه تدفع المبلغ ده وزياده 25% والسنه اللي بعديها تدفع 25%، لن تستطيع الاتحادات ولا الانديه الرياضيه ولا مراكز الشباب انها تقدر تغطي مصروفاتها او تقدر تطور من حالها او تقدر تعمل الصيانه المطلوبه او تقدر تجيب الكوادر الجيده اللي تدير بيها العمل الرياضي والشباب. مستحيل. فلابد ان نبحث عن فكره، بس المره دي مش خارج الصندوق، المره دي داخل الصندوق. فلما تيجي الفكره هذه تقول لك احنا جايين مستعدين نعمل صندوق لدعم الرياضه المصريه. صحيح الصندوق ده مش هيدعم كل الرياضه المصريه، انما ممكن يدعم مجموعه من الابطال او يدعم مجموعه من الفرق اللي ممكن تنافس عالميا. لكن على الاقل لو دعم ب 20% 25% ده هيشيل من على كاهل الدوله هذا المبلغ. فيبقى لازم هذا الصندوق ندعمه بشكل كبير جدا، ونبقى عارفين ان هذا الصندوق وصناديق اخرى هو الحل الوحيد، وليس يوجد حل اخر، ولابد ان نفكر بهذه الطريقه. واذا كنا عايزين نتقدم والرياضه تتقدم لابد ان نضع افكار جديده واشكال جديده لدعم الرياضه المصريه. كان هذا هو اول حاجه تزامنت في نفس الوقت اللي احنا بندخل فيه مناقشات في البرلمان عشان تعديل قانون الرياضه الجديد، في نفس الوقت بنتكلم مع بنك مصر وشركه بلتون في موضوع صندوق دعم الرياضه.